صباح الخير مشاهدينا ومتابعينا الكرام، اهلا وسهلا فيكم بهذه الجلسه الصباحيه مع كل محل تقني جزر داري من شركه تكمل مباشره. بهذه الجلسه ومع افتتاح طبعا اسبوع تداول جديد بنهار الاثنين، وكان بدايه التقلبات شوي صغيره بطيئه عم نشهد هلا مع نهايه الاسبوع بعض التقلبات الجريئه اذا بدكم بالنسبه للعمله الاوروبيه الموحده وبعض العملات الرئيسيه، ومع ارتفاع العملات الرئيسيه بجلسه امس بموجه اندفاعيه رجعنا حصلنا على اشارات سلبيه وابتدينا بالانخفاض. شو الاتجاه القادم لنتوقعه على العملات الرئيسيه او على المدى العام والسلع؟ خليكم معنا بهذه الجلسه، بدي احذركم من المخاطر الموجوده معنا طبعا او بسوق المال او باسواق المال بشكل عام، انه الخسائر ممكن تتجاوز راس مال المستثمر. هلا في البدايه طبعا ومع خلينا نقول بدايه هذه الجلسه، بدي امر على الاجنده الاقتصاديه واتكلم شوي اليوم على النون فارم بيرول او البيانات اللي رح تصدر عنا في الولايات المتحده. كان عنا نهار الاربعاء الاي دي بي امبلويمنت تشينج اللي هي طبعا بيانات التوظيف في الولايات المتحده، وهذا الشيء طبعا بيؤدي الى خلينا نقول نتائج او اذا بدكم اشارات بسيطه لمدى استقرار الدولار الامريكي بالمراحل القادمه. فطبعا التقلبات رح تكون شوي مرتفعه، النون فارم بيرول هي من العملات او من عفوا من البيانات اللي عم بتكون عم بتحرك السوق باكثر، اذا بدكم يعني التقلبات عم تكون مرتفعه اكثر شيء خلال هذه البيانات بالضبط. فنتوقع انه اليوم اليورو دولار او العملات اقل تسجل ارتفاع وانخفاض 100 نقطه. هلا بالنسبه للتحاليل التقنيه شو عندنا اهداف لنا؟ عندنا في البدايه نمط احتوائي حصلنا عليه على رسم بين الاربع ساعات على زوج اليورو دولار، وما طبعا ارتفاعه لهذه القمه عرفنا ان احنا ما وصلنا بعد للقمه اللي كنا منتظرينها. من المتوقع كان الهدف طبعا يكون 116.40، 116.40 هو الهدف طبعا على اليورو دولار، ما وصلنا له، ولكن طبعا نتوقع انه الارتفاع ما راح يطلع بشكل حاد او بشكل اذا بدكم شقمعه واحده لنستهدف مستوى ال 116.40. فبهيدي الحاله نتوقع انه ممكن الموجات الاندفاعيه تكون قد انتهت قرب هذه المستويات، ومع بدايه انخفاض موجات جديده طبعا هذه تعتبر موجه تصحيه، ممكن نرجع نزور فيها مستوى ال 114 قبل ما نرجع نفكر بالشراء عن جديد. فطبعا هلا بدنا ندرس السيناريوهات المفترضه على زوج اليورو دولار، على استرليني، على الدولار ين، على الدولار كاد. اذا حسينا او خلينا نقول اكتشفنا على انه السيناريوهات المفترضه للعملات الرئيسيه تقريبا ماشي بنفس الاتجاه، يعني عم نتكلم على انخفاض ومن ثم ارتفاع، ساعتها بنكون فكره على انه البيانات الاقتصاديه اليوم في الولايات المتحده اللي هي النون فارم بيرول رح تكون عندي في البدايه اذا بدكم ايجابيه ومن ثم سلبيه. كيف ممكن تصدر بيان او يصدر بيان في الولايات المتحده او حيالله دوله اجنبيه في البدايه يكون ايجابي ومن ثم سلبي؟ بكل بساطه الموضوع بسيط، اذا في حال ما نتكلم على رفع الفوائد في البلدان اللي خلينا نقول الكبرى مثل بريطانيا، مثل يا خلينا نتكلم على الاتحاد الاوروبي باجمعه، او عم نتكلم شوي صغيره على استراليا، نيوزيلندا او الولايات المتحده. في البدايه اذا في حال كان البرلمان عم بقرر يرفع الفائده في الدوله، طبعا هذا الشيء ايجابي لانه رفع الفوائد ما بيجي غير ما يكون الاقتصاد محسن حاله وطبعا بافضل حالاته، ولكن رفع الفائده في 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 الدوله نفسها بتعمل لي اذا بدكم نوع من التضخم، وهذا الشيء طبعا بيزيد الارقام على المدى الوسط للطويل بالنسبه للانفليشن ريتس او التضخم، ارقام التضخم. فطبعا في البدايه كفيرست اذا بدكم امبريشن او كوهله اولى للسوق، السوق راح يمتص الخبر كانه خبر ايجابي، فراح يرتفع السوق لانه طبعا ارتفاع الفائده هذا بيعني ارتفاع اذا بدكم او تحسن بالاقتصاد. فطبعا الوهله الثانيه هي على انه التضخم راح يرجع يرتفع ارقامه، فطبعا راح نرجع نشهد اشاره سلبيه. فحيالله خبر، خلينا نقول على سبيل المثال المخزون النفط، تمام؟ خلينا نتكلم شوي صغيره على مخزون النفط. هلا مخزون النفط او خلينا نقول النفط ارتفع لزياده مستويات ال 55، سجل لي توب على هذه المستويات وابتدى بالانخفاض. طب اذا في حال بدي احلل تحاليل تقنيه على اسعار النفط، بعرف انه نحن وصلنا لمستويات خلينا نقول مهمه جدا، وهذه المستويات بتحدد نفق ميل على ارتفاع وابورد كوركتيف شانل. فبهذه الحاله نتوقع هلا انخفاض اسعار النفط لزياده اقله قاع مستوى ال 51 وال 50. طيب هلا اذا في حال نحن نتوقع كتحاليل تقنيه زياره هذه المستويات وهذا القاع كثير منيح، لكن نحن ايضا لازم يكون عندي بعض السيناريوهات المفترضه بالنسبه لا ايضا السيناريوهات الايجابيه او خلينا نقول للبيانات الاقتصاديه. خلينا نتكلم شوي صغير عن البيانات الاقتصاديه اللي بغض النظر عن التحاليل التقنيه على طول بنشهدها. البيانات الاقتصاديه اذا في حال ما نتكلم على اسعار النفط، اوكي،
إذا في حالنا نتكلم على أسعار النفط، أسعار النفط بكل بساطة بيصدر إذا بدكم خبر كل نهار أربع عن البيانات أو عن مخزون النفط. طب إذا في حال ارتفع مخزون النفط، إذا في حال ارتفع مخزون النفط نتوقع على أنه الأسعار تنخفض. ليش؟ لأنه السبلاي أو خلينا نقول الكمية الموجودة قد ارتفعت. هلا بالنسبة لنا إذا في حال انخفض مخزون النفط نتوقع ارتفاع الأسعار. طب شو في حال كان من المتوقع؟ خلينا نتكلم شوي صغيرة أرقام وإيه طبعا بالنسبة للبيانات. إذا في حال قديما كان عنا 10 تن مليون 10 مليون برميل، تمام؟ 10 مليون برميل من الطبيعي إنه أو من طبعا المتوقع، خلينا نقول إنه الأسبوع القادم يطلع عندي 20 مليون برميل، تمام؟ هلا بهيدي الحالة ومع ارتفاع عدد مخزون اذا بتكون النفط من 10 مليون ل 20 مليون، فبهيدي الحاله لازم اسعار النفط ترخص. ليش؟ لانه اصبح عندي اذا بتكون عرض اكثر من الطلب، تمام؟ العرض صار عندي او العرض زاد، فبهيدي الحاله نتوقع انخفاض الاسعار. طب اذا في حال نحن خلال البيانات صدرت البيانات وطبعا بحدود ال 12 مليون 12 مليون، البيانات كانت 12، طب من المتوقع كانت انه تطلع البيانات 20 مليون، صدرت البيانات على 12 مليون، فبهيدي الحالة هي كانت أفضل من ال 10 مليون، يعني زادت إذا بدكم العرض زاد لسعر برميل النفط أو لبرميل النفط، فبهيدي الحالة نتوقع ارتفاع إذا بدكم العرض يعني انخفاض الأسعار، فبالبداية هذه إشارة سلبية لهذا البيان، هذه إشارة سلبية، وإنما لوهلة تانية بيرجع السوق بيمتص الخبر وبقول لا 12 مليون أقل من 20 مليون اللي كانت متوقعة، لأن كان متوقع الأرقام تكون 20 مليون برميل، أوكي بالنسبة ل خلينا نقول السبلاي أو بالنسبة لعرض براميل أسعار النفط أو براميل نفط، فبهيدي الحالة بيرجع السوق بيمتص الخبر وبيعتبرها إيجابية إنه كان عنده نقص بالمخزون، لأنه كان من المتوقع يكون 20 مليون طلعت عنا 12 مليون، فبهيدي الحالة بيرجع السوق بيمتصها من خبر خلينا نقول سلبي لخبر إيجابي وبيرجع بيرتفع سعر النفط. فنحن كمحللين تقنيين بكل بساطة ممكن نكون محددين انخفاض لهذه المستويات ومش عارفين الاتجاه القادم من وراء زيارة خلينا نقول هذا القاع، فبكل بساطة بتطلع البيانات وتصدر البيانات وبشكل سريع بينخفض النفط بيلمس هذه المستويات وبيرتفع. بنقول نحن والله التقلبات صعبة، سوق الفاركس صار صعب كثير، السوق عم ينخفض ويرتفع بشكل سريع، ما عم نقدر نلحق ندخل كمضاربة، ما عم نقدر نستفيد من السوق، طبعا لازم نعدل استراتيجية التداول. بكل بساطة نحن ما بنكون قاريين وفهمانين السوق بشكل صحيح، ما فهمانين الهيكلية تبع التحاليل التقنية وأيضا الهيكلية تبع طبعا البيانات أو الأجندة الاقتصادية اللي عم تصدر عنها. فبكل بساطة نتوقع إذا بدكم التقلبات تكون مختلفة بين بيان وبيان. هلا بالنسبة للنون فارم بيرول، بيانات التوظيف، بيانات التوظيف ليش اسمها نون فارم بيرول؟ نون فارم بيرول يعني من دون المزارعين، تمام؟ لأن المزارعين بيشكلوا عدد كبير من خلينا نقول الرقم تبع بيانات التوظيف، فمشان هيك بيعملوا الـ ADP Employment Change اللي تغيير بيانات او التوظيف اذا بدكم او ارقام التوظيف في الولايات المتحده، هذا بكون نهار الاربعاء الـ ADP Employment Change، وبيرجع بيلي نهار الجمعه النون فارمي اللي هن بيستبعدوا اذا بدكم او بيشيلوا المزارعين وبيرجعوا بيعملوا الارقام عن جديد. هلا بالنسبه لنا وكمضارب على الرسوم البيانيه، من المتوقع ان اليورو دولار يرجع يستهدف مستوى اذا بدكم ال 114، وطبعا وارد جدا على انه ممكن نرجع نكفي بالاتجاه الصاعد ونسجل قمم جديده على اليورو دولار. انتم بتعرفوا وباستعمال فيبوناتشي اكسبانشن على انه الاهداف طبعا على اليورو دولار لهذه الموجه التصحيحيه اللي ابتدينا فيها هي مستويات ال 116 40. فيبوناتشي اكسبانشن ويف اي بي سي، عم نحدد هذه القمة اي بي سي اللي هي رقمناها ب دبليو اكس، وطبعا مستويات ال 61% هي كانت مستويات المقاومة بالجلسات السابقة، وارتدينا بسعر اليورو دولار من مستوى ال 115 16 لل 114 40. طب ليش من مستوى ال 115 16؟ ليش نحن بدنا نرتد من هذه المستويات؟ لأنه هذه المستويات هي ال 61.9.
8%. هلا مع اختراق هذه المستويات من المتوقع ان نرجع نستهدف مستوى ال 100% في بوناتشي، 100% في بوناتشي على اليورو دولار هي مستوى ال 116 40. طيب هل يا ترى من هذه الارقام بالضبط وارد جدا على انه نون فان بيرول تطلع في البدايه ايجابيه للدولار الامريكي، ينخفض زوج اليورو دولار بشكل بسيط وملحوظ لزياده مستوى ال 114 او 113 80، يلاقي بيس، يلاقي دعم له، دعم رئيسي ويبتدي بالارتفاع. مع اختراق مستوى ال 115 اللي هو 61.8% رح نبتدي بالتفكير باول هدف تبعنا اللي هو الهدف الرئيسي مستوى ال 100% في بوناتشي اكسبانشن لتسجيل الموجه الثالثه التصحيحيه لليورو دولار. فبعدنا عم نفكر بنمط ايجابي للعملات الرئيسيه، بعدنا عم نفكر بضغط سلبي للدولار الامريكي بالمراحل القادمه بالجلسات القادمه، ولكن على المدى الوسط للطويل ما في شك انه بعدنا شايفين الدولار الامريكي بيقوى والعملات الرئيسيه بتكفي انخفاضها. فطبعا بالنسبه للاسترليني الدولار خلينا نقول ايضا نفس السيناريو عم نتكلم عليه، ثلاث موجات تصحيحيه على رسم بين ال4 ساعات. ما في شك انه قلت لكم بكل بساطه اذا بترجعوا للجلسات السابقه كنا قلنا لكم انه هذا الانخفاض هو ويف اي، رجعنا دخلنا في بوناتشي قلت لكم كحد اقصى بين مستوى ال 61.8 و 76.4 هي المستويات المنتظره لانخفاض الاسترليني وتسجيل ويف سي اي بي سي ثلاث موجات تصحيحيه. بكل بساطه اول موجه تصحيحيه اللي هي ويف اي انتهت على هذا القاع، هيدي ويف اي، ولكن الانخفاض بتلاحظوا انه على شكل ثلاث موجات اي بي سي. اول ما تشوفوا انخفاض بهذا الشكل ثلاث موجات، وقف السوق وابتدى بالارتفاع بشكل ثلاث موجات عن جديد، بدكم تعرفوا انه السوق ما راح يكفي ارتفاعه، بدكم تعرفوا انه اول موجه تصحيحيه بشكل ثلاث موجات هي ويف اي، ثاني موجه تصحيحيه بالاتجاه الصاعد هي ويف بي، ومن المتوقع انه يكون عندي ويف سي بالاتجاه الهابط للموجه التصحيحيه الثالثه قبل ما نفكر بالاتجاه الصاعد عن جديد، تمام؟ فهذا بالنسبه لجي بي يو اس دي. استاذ محمد الدولار كاد كنا جربنا فرصه استثمار عليه وطبعا لمسوا في الخساره، كنت قلت لكم بجلسه السابقه وكنا متوقعين انه ممكن يكون عندي، وقلت لكم انه هي هاي ريسك تريد، هي هاي ريسك تريد، وقلت لكم المخاطر مرتفعه وعاليه جدا بهذا المركز اللي دخلنا فيه، كان عندي هيكليه موجه تصحيحيه، كان من المتوقع انه ممكن نرجع نعمل ويف سي التصحيحيه الثالثه، ولكن مع ارتفاع النفط هو الدولار كاد كان بكل بساطه هيكليه النمط اذا بدكم للرسوم البياني كان قادر يطلع يرتفع بموجه سي، ولكن اسعار النفط ومع ارتفاع اسعار النفط والاخبار اللي صدرت على اوبك ارتفع اسعار النفط لمستوى ال 55 دولار، هذا الشيء ادى بضغط سلبي على الدولار الكندي وبحكم العلاقه العكسيه. هلا اختراق هذا الخط هذا بيعني على انه ممكن كف الضغط السلبي وطبعا نثبت هذه المستويات ونكف الضغط السلبي على المدى الوسط للطويل. بالنسبه لنا الدولار كاد بهذه المراحل لا يمكن تحديد فرص للمضاربة، ولكن ممكن تحديد فرص ل إذا بدكم على المدى الطويل، ونرجع نتأكد على أنه هل هذا الاتجاه هو اتجاه عام هابط. قلت لكم نحن لما دخلنا بمركز بسيط للشراء خسرنا شيء بسيط جدا، يعني إدارة المخاطر شوفوا قديش مهمة. أوقات بندخل بمراكز دخلت بصفر فاصل خمس من العقد، دخلت إذا بدكم 20 بيب وقف خسارة وبكل بساطة خشت منها، وما بيهم اذا لما السوق في خساره، بدها تكون نفسيتك مرتاحه وبدك تكون متاقلم مع الخساره. ما في عندنا شيء اسمه 10 و20 و50 مركز ورا بعض متتاليين بالارباح، طبعا ممكن تربح، هو عدد النقاط، برجع بعيد لكم عدد النقاط اللي بتجمعها اوكي هي النقاط اللي بتحدد اذا انت محلل ناجح ولا لا. يعني اذا في حال انا عم بتداول اللي بخليني اذا بدكم ابرز حالي واكون محلل ناجح هي عدد النقاط اللي بجمعها، يعني عدد النقاط الربحانه مقابل الخسرانه مش عدد المراكز. استاذ عبد الرحمن صباح النور، اهلا وسهلا فيك. دولار كاد بكل بساطه على المدى الوسط للطويل بهذه المستويات ضغط سلبي لزياره مستوى ال 131 130 50، من ثم موجه تصحيحيه بسيطه وتكمله الاتجاه الهابط لزياره مستوى ال 127 و125 و117. انتم عارفين على المدى الوسط للطويل بعدنا متاكدين وبعدنا عارفين انه عندي ضغط سلبي للدولار كاد. نحن اول مين اكتشف ال 7 سوينج هاي، قديش سمعتوا بال 7 سوينج هاي، قديش ضليتنا عم اقول لكم بالجلسات الصباحيه انه دولار كاد وصل ل 7 سوينج هاي 1 2 3 4 5 6 7 سوينج هاي ونتوقع انخفاض، وقلت لكم هذه القمه ما راح تخترق هذه القمه لانه هيدي الموجه بي تمام، وعادة ويف اكس ما بتخترق موجة بي، هذه موجة اليوت بكل بساطة كنت عم حذركم منها وقلت لكم هذه مناطق بيع للدولار كاد ولازم نرجع ناخذها بعين الاعتبار لتسجيل مستوى 1000 و2000 نقطة بموجة هبوط.
هلا بالنسبة للعملات الأخرى، الدولار ين ما في شك إنه سجلنا انخفاض، الدولار الأمريكي عم بيرتفع أمام الين الياباني، الين الياباني عم بيقوى أمام العملات الرئيسية، ولكن السيناريو اللي تكلمنا عليه كان واضح بكل بساطة. كنا تكلمنا لو إنه الدولار ين إذا بدكم اشتغل الفلاش كراش، قلت لكم حرف في، إذا بترجعوا بتذكروا لكل الأشخاص اللي بيتابعونا بشكل يومي، الحرف الفي اللي سجله الفلاش كراش على الدولار ين ممكن يرجع يلي حرف أي، صح ولا لا؟ حرف اي يعني قلت لكم انخفاض. فبكل بساطه بنحدد اذا بدكم منطقه المقاومه، بنعرض وقف خسارتنا فوقه، ونتوقع انه الدولار ين يبتدي بالانخفاض بموجات بسيطه وليست اندفاعيه. قلت لكم رح ينخفض بموجات بسيطه بهذا الشكل، اوكي، ليرجع يزور مستويات اذا بدكم القاع لهذا البوتم اللي تم تثبيته عنا بالفلاش كراش. فهذه المستويات اللي هي 105 و104 عن جديد رح نرجع نزورها، ولكن هل يا ترى زياره هذه الارقام بشكل سريع رح تنخفض؟ طبعا لا، رح ننخفض بشكل بطيء جدا لزياره اذا بدكم هذه المستويات عن جديد ولاعاده امتحان ريتست اجين ريتست، لانه سجل عندي اذا بدكم فلاش كراش بهذه الحاله وبهذه الشمعه، كانت شمعه سريعه جدا اشتغلت على ارقام بشكل جدا سريع، فلازم يرجع السوق يعمل له اعاده امتحان ويرجع يجربها عن اول وجديد. هيدي بالنسبه للدولار ين. بالنسبه للدولار سويس، الدولار سويس ايضا كنا تكلمنا على اليورو دولار، كنا تكلمنا على ارتفاع اليورو دولار، كنا قلنا انه هذه الموجه الصحيه ويف اي، مزبوط ولا لا؟ راجعوا الجلسات، عم بيصير السيناريو مثل ما عم نحلل. ويف اي قلت لكم هيدي موجه الصحيه الاولى، الارتفاع الدولار سويس لهذه المستويات موجه صحيه ثانيه، ونتوقع موجه صحيه ثالثه. وقلت لكم الدولار سويس بيشتغل مثل اليورو دولار بالعكس، يعني اليورو دولار ايضا كان عندي موجه الصحيه بالاتجاه الهابط، هون كان عم تسجل انخفاض وقلت لكم ارتفاع عن جديد، فالدولار سويس ايضا ارتفاع وقلت لكم انخفاض عن جديد، فالعكس صحيح، بيشتغلوا بعكس بعضهم. بعرف انه فكوا العلاقه بين اليورو والسويسراني تقريبا من سنه 2016، الكراش اللي حصل وخلى شركات البورصه تهز وسوق الفوركس يهز كله، كانت اقوى كراش بالعالم اللي هي اليورو سويس، تمام؟ اليورو سويس هذا الكراش الضخم على رسم بيان الشهري اللي هو كان مثبت اليورو سويس على مستويات ال 120 122، شو اللي خلى هذا الانهيار يحصل من مستوى ال 122 لمستوى 0.95؟ هذا رسم بيان شهري يا جماعه، على رسم بيان الاسبوعي يعني شيء بخوف كثير، ولكن هذا الانخفاض الضخم على اليورو سي اتش اف رسم بيان الاسبوعي من وراء او نتيجه فك العلاقه الايجابيه من خلق من قبل البنك السويسري او مصرف المركز السويسراني، اللي هو فك العلاقه الايجابيه بين اليورو والسويسري، فبهذه الحاله طبعا بطل عنده بوزيتيف كوريليشن وحصل انهيار. هلا كلنا بنعرف هذا الانهيار، وكلنا بنعرف انه كل 10 او 15 سنه او 20 سنه بالسوق في عندي نوع من الكراش انه لازم نشهده بالسوق، ما في شك. فطبعا الكراش، يا ترى رح يكون عندي كراش بسنه 2019 ولا لا؟ اتوقع انه الانفليشن والتضخم اللي عم نشهده على المؤشرات الامريكيه والاسهم الامريكيه، قلت لكم وكنت حذرتكم ما حدا يفكر بمراكز بيع للمؤشرات الامريكيه، ما حدا يفكر بسيناريو سلبي على الاندسز او اليو اس اندسز، توقعوا ارتفاع قمم جديده وتسجيل قمم جديده لزياره مستوى 3120 و3200. وانا بوعدكم كحد اقصى من وراء زيارة واستعمال فيبوناتشي طبعا لتحديد هذه القمم على الامريكان اندسز، رح ندخل مراكز بيع، وبعدكم رح يكون عندي اذا بدكم تحاليل تقنية رائعة واكثر من رائعة على الامريكان اندسز، وممكن نكون الاشخاص الوحيدين اللي عم نستفيد من هذا الانهيار. صباح الخير استاذ كردي، اهلا وسهلا فيك. بالنسبه للامريكان اندسز الانهيار قادم، ما في شك انه 2019 بالنسبه لارقام اليوت ويف، وبالنسبه خلينا نقول لعدد السنوات اللي بنتكلم عليها اللي هي 3 5 8 11 اللي هي عدد السنوات اللي متوقع انه يصير فيها انهيارات كل 8 سنوات، سنه 2000 كان عندي انهيار، سنه 2008 انهيار، بسنه 2016 ما كان عندي انهيار، ولكن اذا بنضيف سنه 11 او ال 11 رقم 11 تبع اليوت ويف او موجات اليوت على الانهيار بسنه 2008 بيطلع لي 2019. اليورو كاد استاذ كرد تكرم عينك، اليورو كاد خلينا نشوف اليورو، او هذه بكل بساطه هذا النمط اللي كنا عم نسجله على اليورو كاد هو رايزنج ويدج، كنا تكلمنا على زوج اليورو كاد، اذا بترجعوا ايضا بجلسات لورا السابقه كنت قلت لكم هذا الارتفاع هو بشكل
بشكل رايزنج ويدج، يعني على المدى الوسط للطويل. بكل بساطه سجلنا موجه، خلينا نفرجيكم، اللي هي ويف 1 2 3 4 5، انتهينا من الرايزنج ويدج. الموجه رقم 1 بالاتجاه الهابط، موجه رقم 2 بالاتجاه الصاعد اللي هي الاتجاه المضاد، 3 4 5 ومن ثم ارتفاع. فمن المتوقع ان اليوروكاد نرجع على المدى الوسط للطويل، مش على المدى القصير، على المدى الوسط للطويل نكفي اتجاه هابط لتثبيت مستويات ال 132، وانما على المدى القصير كرسم بياني يومي او اربع ساعات ما في شك انه ممكن نسجل موجه تصحيه بسيطه لمستوى ال 151 152 كحد اقصى ونرجع نكفي اتجاه الهابط. فاذا في حال داخلين بمراكز شراء، اول موجه تصحيه بالاتجاه الصاعد على رسم بين الاربع ساعات والساعه رح تعطيكم الفرصه لخروجكم من مراكز الشراء لليوروكاد، خرجوا منها وادخلوا بمراكز بيع، لانه اليوروكاد عنده سيناريو اكثر من رائع على انه يكون عنده ضغط سلبي بالجلسات القادمه على المدى الوسط للطويل، تمام؟ على رسم بيان الاسبوعي واليومي. هلا بالنسبه لهذه الجلسه بتشكر وجودكم ودعمكم لانها كانت اكثر من رائعه، خلينا نمر شوي صغيره على الاجنده الاقتصاديه ونتكلم شوي على ارقام البيانات اللي هي ممكن تصدر عنا، على طبعا عند دخول الاسواق الامريكيه في الولايات المتحده اللي هي الساعه 3:30 او 4:30 بتوقيت السعوديه، نون فارم بيرول، بيانات التوظيف من دون المزارعين، ارقامها مهمه جدا للتقلبات وللفولاتيليتي اللي ممكن نتوقعها على طبعا اسواق المال. هلا السيناريات امنا فيها بالنسبه للتحاليل التقنيه، ما في شك انه ما فينا نستبعد التحاليل الاساسيه بشكل او اخر، فالتحاليل الاساسيه لازم ناخذها بعين الاعتبار، لا ايضا معرفه الارقام، خلينا نقول او معرفه الاتجاه الاقتصادي اذا كان عم يتحسن ولا لا بالنسبه للدول الكبرى. في الولايات المتحده واليوم بدايه هذا الشهر ومع افتتاح طبعا شمعه شهريه جديده، عاده بتكون النون فارم بيرول خطيره جدا، لأن النون فارم بيرول مع افتتاح الشهر بده يكون اصلا عندي تقلبات، لانه عندي افتتاح شمعه شهريه جديده وعندي نون فارم بيرول، فمهم جدا. من المتوقع حين نون فارم بيرول اوكي 312,000، المتوقع انه تكون خلينا نقول 165,000 بريفيوس، هيدي البريفيوس، خلينا نشوف بس وين البريفيوس. اوكي فوركاست بريفيوس السابقه، فوركاست هي اللي بالنص على الشمال، تمام؟ يعني الاكتشوال خلينا نقول اوكي فوركاست، يعني النون فارم بيرول بكل بساطه هي كانت 312,000، من المتوقع انه تكون 165,000. 165,000 يعني انخفضت ارقام التوظيف في الولايات المتحده، يعني بطل عندي فرص عمل موجوده للجميع، يعني اشاره سلبيه للدولار الامريكي، اشاره سلبيه يعني ارتفاع اليورو، ارتفاع الذهب، ارتفاع الى اخره. توقعنا هذا الشيء، توقعنا انه ممكن يرتفع السوق مقابل الدولار الامريكي وتطلع سلبيه للدولار الامريكي، ولكن بالبدايه قلت لكم ممكن نسجل موجه بسيطه بالاتجاه الصاعد للدولار الامريكي قبل ما نبتدي بالانخفاض، يعني بدنا نتوقع اذا في حال طلعت سلبيه للدولار الامريكي ما رح نتوقع ارتفاع فجاه لليورو دولار، ممكن نشهد انخفاض في البدايه من هلا للساعه 3:30 او 4:30 لهذه البيانات تصدر، رح نشهد انخفاض بسيط لليورو دولار لاسترليني لاسعار الذهب ومن ثم ارتفاع عن جديد، تمام؟ فهذا هو اذا بدكم التوقع للبيانات التوظيف او للنون فارم بيرول. انتبهوا، عرضوا وقف خساره، قلصوا المخاطر اذا بدكم، خففوا المراكز اللي داخلين فيها، جزئوا العقود اللي داخلين فيها، انتبهوا من التقلبات، تمام؟ فانا بتمنى لكم نهار رائع ومثمر بالتداول، كان معكم المحلل التقني جزاف ظهريه من شركه تكمل، مباشره الى اللقاء.